السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن السكند لو اوف ثيرمودينامكس. تمام، دي كده اوفر فيو عن كل حاجه هناخدها في السكند لو اوف ثيرمودينامكس وايه الهدف منه وايه القوانين اللي بتحكمنا فيه. بس قبل ما نتكلم عن السكند لو تعالى كده نفتكر الفيرست لو ده كان بيقول لنا ايه. الفيرست لو ده اللي هو كان عباره عن انرجي بالانس او اللي هو اللو اوف كونزرفيشن اوف انرجي، صح؟ لو اوف كونزرفيشن اوف انرجي، فكان كل هدفه ان هو يعمل ايه؟ يعمل انرجي بالانس على السيستم اللي عندك. فكنت بتقول ان لو كان الحالة عندي steady state يبقى الانرجي ان بتساوي energy out، لو مش steady state يبقى energy in minus energy out بتساوي change اللي حصل في الانرجي بتاعت السيستم. جميل، هل ده كافي انه يحدد لي البروسيس اللي عندي دي هتحصل فعلا في الحقيقة ولا لا؟ تعال نجرب. بص، لو جبت عندك كوباية فيها شاي، تمام، والشاي ده كان سخن فدرجة الحرارة عالية، يعني جيت حطيتها في اوضة درجة حرارتها كانت اقل وسبتها شويه، جيت بعد حبه هتلاقي ايه اللي حصل للكوبايه دي او الشاي اللي جوه؟ هتلاقي انها بردت. يعني ايه بردت؟ يعني حصل هيت ترانسفير. طب الهيت ترانسفير حصل منين؟ من درجه الحراره العاليه اللي هي الشاي السخن ده لدرجه الحراره القليله اللي هي مين؟ اللي هي الروم اير، اللي هو الهواء اللي موجود في الاوضه درجه حرارته اقل. فيبقى الهيت ترانسفير حصل من الهاي تمبرتشر الى اللو تمبرتشر، وده الاتجاه الطبيعي للهيت ترانسفير اللي احنا عارفينه، اللي هو بيحصل لوحده في الطبيعه كده. طيب جميل، هل ينفع العكس يحصل؟ يعني لو انا جبت كوبايه الشاي السخنه دي وحطيتها في الاوضه وسبتها شويه، هل ينفع لما اجي الاقي ان الشاي ده سخن اكتر؟ يعني ما هو يعني ايه سخن اكتر؟ يعني يحصل الهيت ترانسفير من اللو تمبرتشر اللي هو الروم اير للهاي تمبرتشر اللي هو الشاي ده. لو جينا بصينا لها كفيرست لو اللي هو كانرجي بالانس، هيقول لك اه الفيرست لو ممكن يتحقق امتى؟ لو كانت كميه الحراره اللي فقدها الروم اير قد كميه الحراره اللي اكتسبها الشاي، يبقى ساعتها الانرجي بالانس اتحقق، يبقى الفيرست لو تمام ما عندوش مشكله. لكن هل في الحقيقه العمليه دي ممكن تحصل فعلا؟ لا طبعا ما ينفعش، احنا عارفين الهيت ترانسفير لازم بيحصل من الهاي تمبرتشر لللو تمبرتشر، لو انا ما اتدخلتش يعني عشان اخليه يحصل من لو تمبرتشر لهاي تمبرتشر لازم انت بتدفع حاجه مقابل كده، لكن لوحده ده ما ينفعش يحصل. يبقى الكلام ده بيفايليت ايه؟ السكند لو. السكند لو هيجي يعرف لنا ان في دايركشن معين للبروسيس، لو انت عكسته فالبروسيس دي ما تحصلش. يبقى الفيرست لو مش كافي ان هو يحدد لك العمليه دي ممكن تحصل في الحقيقه ولا لا. تمام، يبقى انا دلوقتي هدفي ان انا عايزه اعمل ايه؟ انا عايزه احكم على البروسيسز اللي عندي او السايكلز الثيرموداينامك سايكلز اللي عندي، هل هي ممكن تحصل في الحقيقه ولا لا. يبقى checking the possibility of thermodynamic cycles، اول حاجه عشان اعمل التشيك ده لازم الاول اروح اتشيك على مين؟ الفيرست لو. فلازم الفيرست لو يتحقق عشان اي بروسيس تحصل. يعني ايه فيرست لو يتحقق؟ يعني تكون الانرجي فعلا كونزرفد، يبقى الانرجي ان ماينس الانرجي اوت بتساوي التشينج في الانرجي بتاعت السيستم. لو الكلام ده ما اتحققش فدي يعني الديفايس ده او السايكل اللي بنسميها بي بي ام 1 ان هي بتخالف الفيرست لو، ماشينز بتخالف الفيرست لو يعني. تمام، طب لو الفيرست لو اتحقق الانرجي بالانس اتحقق، ساعتها اروح اعمل تشيك تاني بقى اللي عندي اللي هو مين؟ السكند لو. السكند لو ده هيحكمنا فيه تلاتة ستيتمنت او هما اتنين ستيتمنت ودي الصيغه الرياضيه بتاعتها. يعني كلفن بلانك قال ستيتمنت معينه على جهاز، وكلاوس ستيتمنت ده برضو قال حاجه تانية على جهاز مختلف، بس هما في الاخر اثبتوا ان هما ايكويفالنت لبعض. المهم هناخد ده بالتفصيل يعني، بس الفكره ان احنا بنعمل تشيك على السكند لو عن طريق الكلام اللي قاله كلفن بلانك والكلام اللي قاله كلاوسيوس ده. الانتروبي جنريشن دي الصيغه الرياضيه للسكند لو، دي مش هناخدها دلوقتي في الفيديو ده يعني ان شاء الله. المهم لو ما حققش السكند لو بقى، يبقى ساعتها بيتقال عليها بي بي ام 2 ان دي ماشينز بتخالف السكند لو. تمام، طيب انا حققت دلوقتي الفيرست لو، السكند لو ده بقى انا استفدت منه ايه؟ كان اول استفاده اللي احنا لسه اثبتناها من شويه ان هو بيحدد لي الدايركشن بتاع البروسيس، بيديك اتجاه معين للعمليه لازم تحصل فيه، ما ينفعش تعكسه. جميل، تاني حاجه الاستفاده بتاعته ايه؟ لو كانت السايكل دي ايديال فهو بيحدد لك الماكسيمم بيرفورمانس بتاعتها، يعني هيقول لك انا ايه الليميتس اللي عندك. اقصى سايكل سوري احسن سايكل اللي بتدي ماكسيمم بيرفورمانس دي بنسميها كارنو سايكل، فهيقول لك ايه الليميت او دي اقصى كفاءه او بيرفورمانس تقدر تخدم للجهاز اللي عندك ده، فانت بقى معاك السقف بتاعك. ساعتها اقدر اعمل ايه؟ لو كانت السايكل حقيقيه هعرف ايه الريفرسيبيلتيز اللي عندي اللي بتخلي الكفاءه اقل من الماكسيمم دي، وايه واحسن منها، احاول اقلل الريفرسيبيلتيز عشان اقرب للماكسيمم بيرفورمانس. فده معناه ان السكند لو ده بيعمل ايه؟ بيحط ثيوريتيكال ليميتس للبيرفورمانس بتاعت الديفايسز اللي عندك. الثيوريتيكال ليميت عن طريق ان هو يجيب لك الماكسيمم بيرفورمانس، فانت بتقارن الحقيقي بالايديال او الماكسيمم بيرفورمانس اللي عندك.
جميل. تالت فايدة للسكند لو ان هو بيقول لك ايه، بيحدد لك كواليتي بتاعت الانرجي. احنا قلنا الفيرست لو فقط بيتعامل مع الكوانتيتي ككميات، لكن ملوش دعوه بالكواليتي. هل انا اقدر استفيد من الانرجي دي قد ايه؟ كل ما تبقى الانرجي دي مثلا عند درجه حراره اعلى، كل ما هقدر اخدها اطلع منها شغل اكتر. فده معناه ان الكواليتي ليها اهميه، هي بتحدد لي انا استفدت قد ايه من الجهاز اللي عندي ده. تمام، تعالى بقى نبدا ناخد ايه كل حاجه كده بالتفصيل. دلوقتي السايكلز عندنا عموما بتتقسم لنوعين. السايكلز بتتقسم لنوعين، يا اما سايكل بتبروديوس ورك او باور، يا اما سايكل بتكونسيوم ورك او باور. السايكل اللي بتبروديوس ورك دي ما بتعمل ايه؟ هي بتاخد كيو بتحولها لورك، والسايكل بتكونسيوم ورك بتاخد ورك تحوله لكيو. طيب جميل، السايكلز اللي بتطلع شغل دي بنسميها ايه؟ بنسميها باور سايكلز، عشان طبعا بناخد منها باور. وبنسميها كمان هيت انجنز. امثله على السايكلز دي زي ايه مثلا؟ اقرب حاجه ممكن تيجي في دماغك زي الكار انجنز، محرك بتاع العربيه، وده برضو يعني حاجه بتطلع باور، انجن بيطلع باور. او اي بقى محطات توليد كهرباء، اي حاجه بتطلع لك باور، يا اما ستيم باور بلانت، يا اما جاز باور بلانت، او كومباين سايكلز، ايا كانت السايكل اللي عندك المهم ان هي بتطلع باور في الاخر. جميل، السايكلز بقى اللي بتكونسيوم باور دي بنسميها ريفريجريشن سايكلز، او بنسميها ريفرست هيت انجنز. لاحظ ان هي عكس الهيت انجنز، الهيت انجن بياخد كيو يحولها لورك، ده بياخد ورك يحوله لكيو، فبنسموه ريفرست هيت انجن. تمام، احنا قلنا ان الريفرست هيت انجن ده بيعمل ايه؟ بياخد ورك يحوله لكيو. طب الكيو دي انا ممكن استفيد منها يا اما اعمل هيتنج يا اما اعمل كولينج. عشان كده بناخد الريفريجريشن سايكل او الريفرس هيت انجن ده نقسمه لنوعين تانيين. حاجه اسمها ريفريجريتور، لو كانت الكيو اللي هاخدها الهدف منها ايه؟ ان انا اعمل كولينج. والحاجه الثانيه هيت بامب، لو كانت الكيو اللي انا هاخدها دي الهدف منها ان انا اعمل هيتنج. تمام، مثال ريفريجريتور زي التلاجة طبعا يعني، او ممكن الاير كونديشننج في الصيف، انت برضو بتحاول الهدف منه ان انت تبرد الاوضه اللي عندك. الهيت بامب زي برضو الاير كونديشننج في الشتاء، انت عايز تدفي الاوضه، انت عايز تعمل هيتنج للاوضه. جميل، تعالى بقى ناخد ايه واحده واحده كده نتكلم عنها. نبدا نتكلم الاول عن الهيت انجنز. هيت انجنز يعني ايه هيت انجن؟ قال لك الهيت انجن ده هو اي ديفايس بيعمل ثلاث حاجات. اول حاجه ان هو بيورك ان سايكل، لازم يكون بيشتغل في سايكل. تاني حاجه ان هو بيكستشينج هيت بين تو ثيرمال ريزرفوارز، هنقول يعني ايه دلوقتي. تالت حاجه ان هو ايه؟ يبروديوس ورك، هو اصلا سايكل بتطلع شغل، فلازم الثلاث حاجات دول يتحققوا عشان اقدر اقول على ده ايه؟ هيت انجن. جميل، لو جينا رسمنا شكل سكيماتيك ليه، هتلاقي ان الهيت انجن ده بنديه الرمز اي، اهو بيكستشينج هيت ما بين اتنين ثيرمال ريزرفوارز، واحد درجه حرارته عاليه فبنقول عليه تي اتش تي هاي او تي هوت، والتاني درجه حرارته قليله ده بيبقى تي كولد او تي لو، ممكن تلاقي الرمز ال او سي يعني. ولازم يكون بيطلع ايه؟ ورك، فده كده الورك نت اوت. طب يعني ايه اصلا ثيرمال ريزرفوار؟ قال لك الثيرمال ريزرفوار ده واي حاجه بيكون الثيرمال انرجي كاباسيتي بتاعتها عاليه جدا مقارنه بالحراره اللي بتاخدها او بتطردها، بحيث ان انت لو اديته كيو او سحبت منه كيو تفضل التمبرتشر بتاعته ثابته. ازاي؟ احنا عارفين ان الكيو عباره عن ايه؟ الكيو عباره عن ام سي دلتا تي، صح؟ يبقى الدلتا تي هتبقى عباره عن كيو على ام سي. هو الماس في السبيسيفيك هيت ده على بعضه ده بنسميه ثيرمال انرجي كاباسيتي، ثيرمال انرجي كاباسيتي. فعلشان اقول ان الدلتا تي بتساوي تقريبا زيرو، واحنا قلنا الثيرمال ريزرفوار ده بتديله كيو تاخد منه كيو يبدا درجه حرارته ثابته، يبقى عشان تفضل الدلتا تي دي تقريبا بتساوي زيرو لازم حاجه من اتنين، يا الماس تبقى انفينيتي يعني حاجه مساحتها تقريبا كبيره جدا حاجه زي الريفر السي او ممكن الاتموسفير كمان، او تكون السي هي اللي بانفينيتي او سبيسيفيك هيت بانفينيتي. الكلام ده ممكن يكون في ايه؟ زي مثلا في الويت ريجن في الستيم، المنطقه اللي فيها تو فيز،
ان هو بيحتاج يسحب حرارة كتير اللي هي latent heat كتير او يطردها عشان يحصل phase change. فالمنطقة دي بس ال specific فيها specific heat فيها بتبقى عالية، ف thermal energy capacity بتبقى عالية بالنسبة للحرارة اللي بياخدها او بيطردها، فبتفضل درجة الحرارة ثابتة اثناء عملية ال phase change. طيب جميل كده عرفنا يعني ايه thermal reservoir. فبيقولك ان ال thermal reservoir اللي بيطرد حرارة بنسميه source، واللي بيستقبل حرارة بنسميه sink. فده كده source وده كده ايه سينك. جميل. فالهيت انجن ده هدفه يعمل ايه؟ هو جهاز عايز يطلع شغل، فهو بياخد حراره معينه من سورس درجه حرارته عاليه وعايز يحولها لشغل، بس هو مش بيقدر يحول كل الكيو اتش دي لورك، فبيبقى فيه شويه حراره بتعتبر بالنسبه له ويست مش عارف يستفيد منها، ومضطر ان هو يرميها في سينك درجه حرارته اقل عشان يرجع يعيد تاني السايكل من البدايه. جميل. تعال نشوف ابلكيشن على الكلام ده. عندك ايه؟ الكار انجن مثلا. الكار انجن الكار انجن هو اللي جوه الدايره دي، هو الهيت انجن بتاعي. طيب فين الكيو اتش؟ دي الحراره اللي ناتجه عن الحرق بتاع الوقود. فانا خدت كيو اتش نتيجه الحرق بتاع الفيول دخلته على الكار انجن ده، فطلع لي باور اللي خلت العربيه تتحرك، ده الباور بتاع الانجن. جميل. ولكن انا ما قدرتش استفيد بكل الحراره اللي خرجت نتيجه الحرق دي، واتبقى في عندي شويه حراره ما قدرتش استفيد منها. خرجت في صوره ايه؟ خرجت في صوره الاكزوست. دي كده الكيو سي اللي انا رميتها على ثيرمال ريزرفوار درجه حرارته اقل، اللي هو مين؟ اللي هو الاتموسفير. هو الاكزوست بتاع العربيه بترميه في الاتموسفير. تمام. ده كده لو الابلكيشن كان الكار انجن. ممكن يكون في ايه كمان نطبقها على ستيم باور بلانت. على الستيم باور بلانت شكلها عامل كده، ده شكل مبسط للستيم سايكل يعني. فبيقول لك ايه بقى الكومبوننتس اللي بتتكون منها الستيم سايكل؟ هما الاربعه اللي قدامكم دول. عندك دي البويلر، وده التربين، وده الكوندنسر، وده بامب. البويلر والكوندنسر دول هيت اكسشينجرز. احنا خدنا الكومبوننتس دي كل واحد لوحده قبل كده في الاوبن سيستم يعني. تمام. فانتوا عندكم فكره عنها. فدلوقتي عندنا ايه اللي هيحصل في السايكل دي؟ عباره عن ايه؟ هي دي سايكل بتطلع باور صح؟ طب فين الكومبوننت اللي بيطلع باور؟ هو الالكتريك جنريتور. فالجنريتور عشان يشتغل ويطلع كهرباء لازم يجي له حركه ميكانيكال عشان هو يحول الميكانيكال انرجي دي لالكتريك انرجي ويطلع لي باور. طب هيجيب منين الحركه الميكانيكال؟ هيجيبها من التربينه. ما هي التربينه متوصله على شافت، الشافت ده متوصل على الالكتريك جنريتور. فالوقت اللي بيدخل للتربينه ده بيبقى ستيم درجه حرارته عاليه والبريشر بتاعه عالي، اللي هو سوبر هيتد ستيم يعني، الانثالبي بتاعته عاليه. فيبدا يدخل على التربينه. إيه التربينه جوه دي؟ عباره عن ايه؟ عباره عن روتور كده، حاجه سلندريكال محطوط عليها بليدز. فما بيدخل الستيم بيبدا يخبط في الريش دي في البليدز فيلففها، هيلفف الروتور اللي متوصل على الشافت، فالشافت هيلف، فانا كده خدت حركه ميكانيكال، فالجنريتور يقدر ياخدها يحولها لكهرباء. طيب جميل. دلوقتي الستيم انا سحبت الانرجي بتاعته عشان احولها لورك، خرج الستيم من هنا الانرجي بتاعته قليله، الانثالبي بتاعته قلت، بريشر قل والتمبرتشر قل. طب عشان انا اقدر اشتغل في سايكل لازم ارجع تاني من الستيت اللي هنا دي للستيت دي صح؟ طب ارجع ازاي؟ عشان ارجع لازم اطرد الحراره الويست، الحراره اللي انا ما استفدتش منها في الستيم دي لسينك درجه حرارته اقل عشان اعرف ارجع تاني للستيت عند الدخول عند التربين. فهنعمل ايه؟ انا هحط هنا جهاز كوندنسر ده هيت اكستشينجر عادي، هيكستشينج هيت مع، هو في الرسمه اللي هنا دي بيكستشينج هيت، اللي هو الكوندنسر بيتبرد هنا بالهواء في الرسمه دي، فهيبقى بيكستشينج هيت مع الاتموسفير بره. الستيم جاي هنا درجه حرارته اعلى من الاتموسفير، فهيبدا يحصل هيت اكستشينج، يرمي كيو بره على الاير، وهو نفسه يتكثف ويخرج من الكوندنسر يدخل على البامب. البامب طبعا محتاجه ورك انبوت عشان تشتغل، يخرج من البامب يدخل على الغلايه، بعدين احرق وقود فاجيب مصدر حراره كيو ان، ده يبدا يسخن المايه اللي ماشيه في الغلايه فتتبخر وتتحول لسوبر هيتد ستيم. ادخل التربينه اطلع شغل، الكيو اللي انا ما استفدتش منها دي او كميه الحراره ما استفدتش منها دي هعديها على جهاز اكستشينج هيت مع سينك درجه حرارته قليله فيطرد الحراره وهكذا. تمام. فده كده ايه الشكل بتاع السايكل شغاله ازاي. طيب لو عايزين بقى نبص لها كسايكل على بعضها، فين الكومبوننتس بتاعت الهيت انجن اللي احنا بنقول عليها دي؟ اهو بص مع رسمه الهيت انجن اهو، الدايره اللي جواها حرف اي دي كل كده، دي كلها كده اللي جوه الدايره دي.
تمام، المحطة دي كلها هي اللي جوه الدايرة، فده كده على بعضه هو الهيت انجن. بياخد كيو اتش من مصدر حرارة درجة حرارته عالية، اهي الكيو اللي هي الحرق نفسها، ان انا حرقت بيها الوقود وسخنت بيها الستيم او المية اللي جوه عشان احولها لستيم او الكيو اتش اهو. بعدين خدت باور، خدته منين؟ ده كده الورك نت من السايكل. تمام، الورك نت من السايكل عبارة عن ايه؟ انت عندك جهاز، التربينه دي جهاز بيبروديوس ورك صح، فالتربينه بتطلع شغل، بس خلي بالك ان انت عندك كمان بامب، البامب دي جهاز بيستهلك شغل. يبقى لما اقول انا عايز الورك نت بتاع السايكل دي، انا استفدت في الاخر ايه؟ اللي خرج للجنريتور او اتحول لكهرباء ده كان قد ايه؟ عباره عن الورك اوت من التربينه ماينس الورك ان من البامب. تمام، فيبقى الورك نت اوت هو عباره عن الورك اوت اللي هو كان بتاع التربينه ماينس الورك ان. وطبعا انا كده بتكلم بكميات بوزيتيف، انت خلاص يعني الاشارات اللي كنا بنحطها في الفيرست دي كان هدفها انك تعرفك الاتجاهات بتاعه العمليه، بس انت دلوقتي عارف ان التربينه بتطلع شغل، وعارف ان البامب بتستهلك شغل، وعارف ان البويلر بيدخل له كيو ان، وعارف ان الكوندنسر بيريجكت هيت، فانت مش محتاج الاشارات في حاجه. فلما اقول لك ان واوت، فانا خلاص انا كده عارفاهم كل واحده اتجاهها فين، فده انا كده اقصد هنا القيم دي بوزيتيف. نفس الكلام بالنسبه للكيو ان والكيو اوت، برده القيم بتاعتها ايه؟ بوزيتيف. اوكي كده جبنا ايه الورك نت، فده كده الورك نت اللي خارج من الهيت انجن. جميل، بعد كده بعد ما عمل العمليه بتاعته وخلص طلعت الورك، الحبه الانرجي اللي معرفتش استفيد بيها، فهروح ريجكت اهي كيو سي على سينك درجه حرارته اقل اللي هو في الحاله دي الاتموسفير. تمام، وترجع تاني ايه تكمل السايكل. جميل، احنا كده وصلنا لان الورك نت هو عباره عن الورك اوت ماينس الورك ان. اقدر كمان اعبر عن الورك نت ده بدلاله الكيوهات. بص، هو السايكل دي بتتكون من كومبوننتس، الكومبوننتس دي عباره عن اوبن سيستم، يعني البويلر ده اوبن سيستم، التربينه اوبن سيستم، الكوندنسر اوبن سيستم، والبامب اوبن سيستم، لان في فلوريت، في ماس داخل وفي ماس خارج. ولكن لو انا بصيت لها كسايكل على بعضها او سيستم ده على بعضه، فهتلاقي ان هو كله متوصل ببايب لاينز واصله ما بينهم، فاللي ماشي في البايبس دي كلها هو وركينج فلويد واحد، هو الستيم بتاعك، لا دخلت عليه ستيم ولا خرجت منه ستيم. يبقى لو بصيت له كسيستم على بعضه، فهقدر اتعامل معاه كانه كلوز سيستم عادي. تمام، واحنا عارفين لو طبقت الفيرست لو على كلوز سيستم، هيقولك ان مجموع كل الكيوهات ماينس مجموع كل الورك هيساوي مجموع التشينج في الانترنال انرجي، صح كده؟ وبما ان الكلوز سيستم اللي بيعدي بسايكل بيبقى مجموع التشينج بتاع اي بروبرتي فيه بزيرو، فاقدر اقول ان الترم ده بقى بزيرو، يبقى مجموع كل الكيوهات بيساوي مجموع كل الورك. يبقى اقدر اقول كمان ان الورك نت عباره عن الكيو ان ماينس مين الكيو اوت، برده ككميات انا خلاص عارفه ان الكيو ان الكيو خارجه وكيو داخله، فمش محتاجه احط الاشاره في حاجه. نفس الكلام لو جيت طبقت الفيرست لو على الشكل اللي قدامك ده، هتلاقيه بيطلع لك كده. بص، انت عايز تطبق الفيرست لو انرجي ان بيساوي انرجي اوت، هتلاقي الان اللي داخل اللي هو الكيو اتش بيساوي اللي خارج اللي هو عباره عن كيو سي بلس الورك نت، نفس الفكره. تمام، الكيو اتش هنا اللي هي الكيو ان يعني، وده كده الاوت. باي باي، نفس المعادله، الكيو ان بيساوي الكيو اوت بلس الورك نت. تمام، من هنا بقى ايه نبدا ندخل على حاجه اسمها ثيرمال افشنسي. يعني ايه ثيرمال افشنسي؟ انا عايزه اعبر عن كفاءه الجهاز ده او البرفورمانس بتاعه عامل ازاي. يعني هل الجهاز ده بستفيد منه كويس ولا لا؟ طب انا استفادتي من الهيت انجن دي بعبر عنها ازاي؟ هو الهيت انجن ده جهاز بيعمل ايه؟ ده بيطلع باور صح، عن طريق ان هو يستفيد بالكيو اتش اللي بياخدها دي. يبقى انا لو انا عايزه اعرف البرفورمانس بتاعه عامل ازاي، يبقى ساعتها محتاج اعرف هو بيحول قد ايه من الكيو اتش دي لورك، اقدر يستفيد بقد ايه من الكيو اتش دي عشان يحولها لشغل. يعني انا عايزه امينيمايز الكيو ريجكتد، الحبه اللي انا مش بستفيد منهم دول عايزه اقللهم قدر الامكان. لما يحصل الكلام ده معناه ان كفاءه السايكل دي عندي عاليه، فبقدر اقول ان كفاءه الهيت انجن هي عباره عن اللي انا استفدته اللي هو مين؟ الورك نت اوت على اللي انا دفعته. انا دفعت ايه؟ انا دفعت كيو اتش، ما كيو اتش دي جايه من حرق وقود، فده فلوس بتدفعها، فيبقى ده بالنسبه لي اللي انا خسرته او اللي انا دفعته. تمام،
يبقى كل ما فين يبقى كل ما الكيو اتش كل ما الكفاءة دي تزيد، فده معناه ان انا بقلل الكيو اتش او انا بستفيد او كأنك بتقول ايه، بحرق وقود اقل فبدفع فلوس اقل، فالكفاءة لما تزيد دي حاجة كويسة. اوكي، او فور ذا سيم كيو اتش بقى يبقى كأني بعمل ايه، بستفيد بورك اكتر، ان انا حولت الكيو اتش لشغل اكتر. تمام، وبما اننا قلنا الورك نت اقدر اعبر عنه بالكيوهات، فاقدر اقول كمان ان الافشنسي دي عباره عن 1 ماينس الكيو اوت على الكيو ان، يعني 1 ماينس كيو سي على كيو اتش. تمام، عندنا ايه تاني؟ ده بالنسبه للثيرمال افشنسي بتاعت الهيت انجن. بقولك ان اصلا الثيرمال افشنسي بتاعت اي هيت انجن او اي سايكل بتطلع باور بتبقى قليله جدا. انت عندك مثلا السبارك سبارك اجنيشن انجن بتلاقي الكفاءه بتاعته تقريبا 25%، فده معناه ان هو الانجن ده او محرك العربيه ده قدر يحول حوالي 25% بس من الكيميكال انرجي بتاعت الجازولين لميكانيكال ورك، الباقي ده كله راح في الاكزوست خسرته. لو بالنسبه للديزل انجنز هتلاقي تقريبا حوالي 40%، نفس الكلام مع الجاس تيرباينز الكبيره. في عندنا حاجه اسمها كومبايند جاس ستيم باور بلانت، بيبقى حاطط الجاس سايكل مع الستيم سايكل في محطه واحده، فده طبعا بيديك كفاءة أحسن في الآخر، فتلاقي برضو أقصى حاجة جبتها مثلا 60%. فعايز أقولك إن مع أحسن هيت انجن أنت بتحاول توصله برضو هتلاقي إن حوالي نص الانرجي دي بيروح كويست، كانرجي أنا مش بستفيد منها ككيو أوت. طب ما هل أنا أقدر يعني أوفر الكيو أوت دي؟ يعني لو في السايكل اللي هي الستيم سايكل دي، طب ما ممكن حد يقولك أنا أشيل الكوندنسر خالص من السايكل بدل ما أنا بخسر فيها كيو أوت اللي برميها دي. طبعا هو ما ينفعش ان انت لو شلت الكوندنسر دي ما بقتش سايكل، مش هعرف ارجع تاني للانيشال ستيت. طب تعالى نثبت الكلام ده سايكل بسيطه شويه. بص ده كده بيستون سلندر ديفايس. تمام، انا عندي كان في جاز جوه درجه حرارته 30 دجري سلسيوس، ودي البيستون محطوطه فوق ستوبس، وحطيت فيه لود هنا فوق البيستون ده. تمام، حطيت السلندر دي ان كونتاكت مع ريزرفوار كان درجه حرارته 100 درجه سلسيوس، فطبعا بقى في فرق في درجات الحراره، فاللي هيحصل ايه، هيحصل فيه هيت ترانسفير من الريزرفوار ده للجاز. تمام، فيبدا الجاز اللي جوه عايز يحصل له اكسبانشن، فيبدا البستون يتحرك لفوق لحد ما يوصل للستوبس دي. طيب وصلنا للستوبس، لقى ان درجه حراره الجاز زادت ووصلت ل 90 درجه سلسيوس، والورك اللي عمله الجاز عشان اكسباند من هنا لهنا كان حوالي 15 كيلو جول. طب مش ده معناه ان انا في 85 كيلو جول ما استفدتش بيهم في حاجه؟ ما هم انا خدت 100 كيلو جول اديتهم للجاز، تمام، اللي هو ليه ترانسفير اللي حصل من الريزرفوار للجاز ده، اديته 100 كيلو جول، هو في 15 من ال 100 اللي خدهم دول، في 15 بس عمل بيهم الشغل عشان يحرك البيستون. طب ال 85 راحوا فين؟ 85 دول ما استفدتش بيهم في حاجه، لان انت الحراره اللي بتديها دي كان في جزء منها بيروح يزود التمبرتشر بتاعت الجاز، فانا ما استفدتش منه كله كورك، ودي حاجه كانت لازم تحصل في السايكل، ما انت دي مش بيتحكم فيها، يعني حتى لو السايكل دي مثاليه وريفرسبل وكل حاجه العمليه دي لازم تحصل، فدي كيو لوسز لازم، يعني ما لهاش علاقه قصدي بالريفرسبيلتي، هي حاجه خاصيه في البروسيس نفسها. طيب تمام، طب ايه اللي هيحصل ده؟ انا بقى عايزه اوفر ال 85 كيلو جول دول، هل انا اقدر يعني لو انا عايزه اقول ان استفدت كمان من 85 كيلو جول او الكفاءة بتاعت السايكل دي 100%، يعني ايه؟ يعني انا ما خسرتش حاجة، يبقى ساعتها المفروض اللي يحصل ان ال 85 كيلو جول ارجعهم تاني للريزرفوار لدرجة حرارته ايه 100. طب ما انا لو حطيت ده ان كونتاكت مع الريزرفوار درجة حرارته 100 الهيت ترانسفير هيحصل العكس، هيحصل من 100 ل 90 مش العكس، فاهمين؟ ما ينفعش يحصل من اللو تمبرتشر للهاي تمبرتشر، يبقى انا مستحيل اقدر استفيد من 85 كيلو جول دول، يعني عشان اتخلص منهم بقى وارجع تاني انيشال ستيت انا عايز اعمل سايكل، يبقى انا محتاج ارجع الانيشال ستيت، عشان ارجع الانيشال ستيت لازم اتخلص من دول، بس ازاي؟ ان انا احط لهم ريزرفوار درجه حرارته اقل، فهحطه ان كونتاكت مع ريزرفوار درجه حرارته 20 عشان يحصل هي ترانسفير من ال 90 لل 20، فيفقد ال 85 كيلو جول دول اللي انا ما عادش استفيد منهم، خلاص بقى كيو اوت. تمام، وارجع الجهاز تاني درجه حرارته ايه 30 دجري سلسيوس، وارجع اعيد السايكل من اول وجديد. تمام، يبقى عملية الكيو ريجكشن دي لازم تتم عشان السايكل اصلا تحصل، فدي حاجة غصب عني موجودة، يعني ملهاش اي علاقة بالإيريفرسيبيليتيز حتى لو السايكل دي كانت مثالية بكل الاشكال. تمام، اللي قالك بقى الكلام ده واحد اسمه كلفن بلانك، فقالك ان ما ينفعش يبقى في عندي هيت انجن
ينفعش يبقى في عندي هيت انجن بيكستينج هيت ما بين ثيرمال ريزرفوار واحد وبيطلع شغل. يعني ما ينفعش اقول ان الكيو سي ده بزيرو. ما انا لو قلت ان الكيو سي بزيرو، بص هي الافشنسي كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن اللي انا استفدته يعني الورك نت على الكيو اتش، فكان بيساوي واحد ماينس كيو سي على كيو اتش. لما انا اقول لك ان الكيو سي دي بزيرو، فده معناه ان لو بتطبق الفيرست لو يبقى الكيو اتش بقى بيساوي الورك نت، يبقى كاني بقول لك الكفاءه بكام؟ ب100%. ده مستحيل يحصل، لان مستحيل الكيو سي تبقى بزيرو. احنا قلنا ان دي حاجه لازم تحصل عشان تبقى اصلا العمليات دي كملت سايكل، تمام. فالراجل اللي قال الكلام ده هو كلفن بلانك، قال لك مفيش ثيرمال ريزرفوار هيكستينج، مفيش سوري هيت انجن هيكستينج هيت مع ثيرمال ريزرفوار واحد ويطلع شغل. ده الكلام ده ما ينفعش يحصل، تمام. ايه تاني؟ فده معناه ان الافشنسي دايما لازم تكون ايه؟ اقل من واحد او اقل من 100%. طيب تمام، ده بالنسبه للهيت انجنز. تعال بقى نشوف الريفرس هيت انجن. تعال بقى نتكلم عن الريفرس هيت انجن. قال لك ان الريفرس هيت انجن ده هو اي انجن بيحقق 3 شروط برضو. اول شرط ان هو بيورك ان سايكل. تاني شرط ان هو بيكستينج هيت برضو ما بين 2 ثيرمال ريزرفوار، بس بينقل الحراره من الريزرفوار اللي درجه حرارته قليله للريزرفوار اللي درجه حرارته عاليه، يبقى من الكولد للهوت ريزرفوار، تمام. تالت كونديشن ان هو لازم يكون بيبقى ايه؟ في ورك ان، او اللي هو بيكونسيوم ورك. يعني احنا عارفين قلنا ان الاتجاه الطبيعي اللي هي ترانسفير بيحصل من الهاي تمبرشر للو تمبرشر، فعشان انا اعمل الشرط اللي هو بيقول عليه ده وانقل الحراره من مكان درجه حرارته قليله لمكان درجه حرارته عاليه لازم هدفع ورك، فلازم يكونسيوم ورك. يبقى لو 3 شروط دول اتحققوا بقى ده بقى كده ريفرس هيت انجن. تعال نرسم السكيماتيك بتاعه. هو اسمه ريفرس هيت انجن، فبيبقى الرمز بتاعه معكوس كده عكس الهيت انجن يعني، تمام. هينقل حراره من مكان درجه حرارته قليله، فيبقى اخدت كيو سي من المكان درجه حرارته تي سي، تي كولد او تي ال تي لو يعني، تمام، ورميتها في مكان درجه حرارته قليله تي اتش، يبقى رميت حراره كيو اتش لمكان درجه حرارته تي اتش. بس عشان اعمل الكلام ده لازم ادفع ايه؟ لازم يبقى فيه ورك نت ان، لازم اكون عملت شغل على السيستم ده. جميل، ده كده الريفرس هيت انجن ان جنرال. احنا قلنا ان ده جهاز بياخد شغل يحوله لكيو، صح؟ وعلى حسب الكيو دي انا هستفيد منها في هيتنج ولا كولينج، بقدر اقسمه الى ريفريجريتور او الى ايه؟ هيت بامب. اللي هيفرق بس هل انا استفدت بالكيو اتش دي ولا انا استفدت بالكيو سي. فتعالى نمسك واحد واحد كده نتكلم عنه. تعالى نتكلم عن الاول الريفريجريتور، عشان نرجع تاني نتكلم عن الريفريجريتور. ادي دايره الريفريجريشن، هي ابسط دايره للريفريجريتور عندنا اللي هي حاجه اسمها فيبر كومبريشن ريفريجريشن سايكل. دي الدايره اللي شغال عليها التلاجة اللي عندك في البيت، تمام. بتتكون من الفور كومبوننتس دول. ده كده اسمه ايفابوريتور، ده هيت اكسشينجر عادي، وده كومبريسور، وده الكوندنسر هيت اكسشينجر برضو، وده ثيرمال اكسبانشن فالف او اكسبانشن فالف يعني. المهم ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ انت عايز تبرد الاكل اللي جوه التلاجة، صح؟ انت جايب اكل درجة حرارته مثلا بروم تمبرتشر، حطيته جوه التلاجة، فهو يعتبر سخن، هيبدأ يسخن الاير اللي جوه التلاجة. انا عايز اسحب الحرارة دي منه. طب عشان اسحب الحرارة دي لازم اعدي عليه فلويد تبقى درجة حرارته اقل منه، عشان يحصل هي ترانسفير من الاكل اللي جوه ده للليكويد اللي عندك اللي درجة حرارته اقل. المفروض ده الاتجاه الطبيعي لهي ترانسفير. فاحنا بنستخدم حاجه اسمها ريفريجرنتس في الدوائر دي. الريفريجرنتس دي بتبقى من مواصفاتها ان هي عندها لو بويلنج بوينت، درجات البويلنج بوينت بتاعتها بتبقى قليله جدا، فاقدر اوصلها لدرجات حراره بالنيجاتيف في الايفابوريتور ده. تلاقي هنا في المثال بيقول لك درجه الحراره كانت نيجاتيف 25 درجه سيلسيوس، فطبعا ده اقل بكتير من درجه حراره الهواء اللي جوه الثلاجه، فهيبدا يحصل ايه؟ ترانسفير من جوه الثلاجه للليكويد، الليكويد ريفريجرنت او الريفريجرنت اللي ماشي جوه ايه؟ المواسير الايفابوريتور دي. هو سحب حراره كيو لو او كيو ال دي، تمام. هو نفسه الريفريجرنت هيتبخر طبعا اندر كونستنت تمبرتشر، فهيبدا يتبخر وبعدين يدخل على الكمبريسور. لازم اعمل شغل طبعا في الكمبريسور، فيبدا يضغط الفيبر ده، فدرجه الحراره تزيد والبريشر بتاعه يزيد، درجه حرارته بقت اعلى من درجه حراره الروم اللي حواليك او درجه حراره الهواء اللي في الكيتشن نفسه، تمام. فهتلاقي ايه؟ يعدي على هيت اكسشينجر تاني، هو ماشي جوه المواسير، تمام، بدرجة حرارة أعلى من الهواء اللي حواليه بره، فهيبدأ يطرد حرارة للإير اللي بره ده، تمام. دي اللي هي الكيو اتش اللي أنا رميتها. وبعدين يرجع
يتكثف يعني يخرج من الكوندنسر هيتكثف ويعدي على اكسبانشن فالف. هيعمل ايه اكسبانشن فالف؟ زي ما قلنا الاكسبانشن فالف ده هو جهاز بيعمل ثروتلنج فبيقلل البريشر وبيحصل فيز تشينج، فهتلاقي ان البريشر والتمبرتشر قالوا جامد. هيوصل معاك بدل ما كان ده 30 ديجري سيلسيوس وصل لكام؟ لنيجاتيف 25 ديجري سيلسيوس، والبريشر كان 800 وقل بقى 120 كيلو باسكال، فعمليه الثروتلنج بتقلل التمبرتشر والبريشر جامد. المهم فالفكره دلوقتي الهدف من الدايره دي ان انت عايز تخلي ماشي هنا ريفرجنت درجه حرارته قليله عشان يسحب كيو ال، تمام، وعايزه هنا يبقى درجه حرارته اعلى من الامبنت عشان اريجكت الحراره اللي انا ما استفدتش منها. زي ما قلنا ان لازم في كيو حراره معينه انا مش بعرف استفيد منها، بس عشان ارجع للسايكل من بدايتها فلازم افرضها بره، فبحطها لسينك درجه حرارته اقل منه يبقى ملامس ليه يعني. جميل، بصوا شكل برضو الدايره دي على الحقيقه ده كده الشكل بتاع الثلاجه يعني. فهتلاحظ ان بص في الفريزر فوق في هيت اكستشينجر كده، اللي ماشي جوه المواسير دي ده بيبقى ريفرجرنت، ده كده الايفابوريتور، فبيمشي الريفرجرنت جوه في الايفابوريتور اللي هو ده. تمام، عندك بقى ورا الثلاجه خالص هتلاقي فيه كويلات، لو جيت حطيت ايدك هتلاقيها بقى سخنه شويه، لان الريفرجرنت بيبدا يرمي حرارته على الاير اللي في المطبخ، فهتلاقي فيه حراره خارجه. عندك ده الكمبريسور، وفي ايه كمان؟ والكويلز الصغيره اللي تحت دي اهي، الكويلز دي ده الاكسبانشن فالف، او ده اللي هو الجهاز الثروتلنج. بس في الثلاجه ده نوعه كابيلاري تيوب، ده عباره عن ماسوره رفيعه جدا، الدايمتر بتاعها صغير قوي بس طولها كبير يعني ممكن 3 متر ولا حاجه، بيبدا يلفها في شكل كويلز عشان المكان يعني. فدي طبعا بتعمل ريستريكشن للفلو جامد، فبيحصل بريشر دروب ودرجه الحراره بتقل وبيحصل فيس تشينج كمان. ما علينا، ما يهمناش تفاصيل الدايره قوي، انت بس يهمك ان انت عايز تبص على الدايره دي كريفرس هيت انجن، ان هي لازم تحقق الثلاث شروط اللي قلنا عليهم اهو. ادي ايه الثلاث شروط اللي قلنا عليهم؟ اول حاجه ان هو بيعمل طبعا ده ورك ان سايكل، دي سايكل كده مقفوله. تاني حاجه انه بيكسينج هيت، بياخد حراره من مكان درجه حرارته قليله اللي هو الريفريجريتد سبيس اللي جوه الثلاجه، ويطرد حراره في مكان درجه حرارته اعلى اللي هو الروم اير اللي كان في المطبخ اهو. يبقى اتحقق تاني شرط. تالت شرط ان عشان الكلام ده يحصل لازم يبقى فيه ايه؟ في ورك ان، لازم في كومبريسور او في جهاز بيستهلك شغل عشان يخلي السايكل دي تحصل او العمليه دي تحصل، اللي هو نقل الحراره من لو تمبرتشر لهاي تمبرتشر. طيب جميل، ده بالنسبه للريفريجريتور. انا استفدت ايه من الدايره دي؟ احنا قلنا الريفريجريتور ده الهدف منه ان انت عايز تبرد مكان، يبقى انا بستفيد من انهي كيو؟ انا بصيت على الرسمه اللي رسمناها دي، يبقى انا بستفيد من انهي كيو؟ اللي انا سحبتها من الريفريجريتد سبيس ولا اللي انا رميتها في المكان اللي درجه حرارته عاليه؟ اكيد انا استفدت من ده، يبقى ده الديزايرد اوتبوت، عايزه اسحب حراره من جوه الثلاجه عشان ابرد الاكل، يبقى ده اللي انا بستفيده. طب انا عشان اعمل العمليه دي دفعت فلوس في ايه او خسرت في ايه؟ في الورك ان، الكهرباء اللي شغلت بيها الكمبريسور. تمام، يبقى لو انا عايزه اعبر عن كفاءه او البرفورمانس بتاع الريفرس هيت انجن ده، انا عايزه اعرف انا استفدت منه قد ايه، فبعبر عنه بحاجه اسمها كوفيشنت اوف بيرفورمانس، مبقاش اسمها ثيرمال افشنسي. الثيرمال افشنسي دي بتبقى للاجهزه اللي بتطلع شغل، لكن الاجهزه اللي بتستهلك شغل بنعبر عنها بحاجه اسمها كوفيشنت اوف بيرفورمانس. تمام، بس نفس الكونسبت يعني، هو بيقول لك انا استفدت قد ايه في مقابل اللي انا دفعته. انا استفدت من السايكل دي مين؟ الكيو سي اللي ببرد بيها المكان، في مقابل انا دفعت فلوس في مين؟ في الشغل اللي حصل في الكمبريسور، يبقى على الورك نت ان، ده السي او بي بتاع الريفريجريتور. طيب جميل، ده كده التعريف بتاع السي او بي. طب احنا كمان قلنا ان لو جيت طبقت برضو الفيرست لو على السايكل دي، انرجي ان بتساوي انرجي اوت اللي داخل الكيو سي بلس الورك نت ان، ده هيساوي اللي خارج اللي هو الكيو اتش. يبقى اقدر اقول ان الورك نت ان عباره عن الكيو سي ماينس الكيو اتش، يبقى اقدر اجي في المعادله دي واقول ان دي عباره عن كيو سي على ال كيو سي ماينس الكيو اتش، سوري الكيو اتش ماينس تمام كيو اتش ماينس الكيو سي، كيو اتش ماينس الكيو سي. جميل، ده كده السي او بي بتاعت الريفريجريتور. هتلاحظ ان السي او بي بتاعت الريفريجريتور دي ممكن توصل تكون اكبر من واحد، هي ممكن تكون اكبر من واحد وممكن تكون اقل من واحد، بس هي الفكره ان تخيل كفاءه جاز بنعبر عنها بحاجه اكبر من واحد. احنا الثيرمال افشنسي قلنا ان عمرها ما هتوصل لواحد اصلا، ودايما لازم تكون ايه؟
اقل من واحد. عشان كده هم اخترعوا مصطلح جديد يعبر عن البرفورمانس بتاع الريفرس هيت انجن وسموها سي او بي، لان ده ممكن يكون اكبر من واحد. امتى يكون ده اكبر من واحد؟ لو انت كميه الحراره بتسحبها من الريفرجريتد سبيس اللي عندك دي كانت اكبر من الشغل اللي انت بتدفعه. طبعا دي حاجه كويسه. طيب تمام، ده كده بالنسبه للريفرجريتد. تعالى بقى ناخد الهيت بامب. ادي الهيت بامب، هو برضو ريفرس هيت انجن، تمام، بيكستنج هيت ما بين ثيرمال ريزرفوار درجه حرارته قليله بيديها المكان درجه حرارته اعلى، بس في المقابل لازم يعمل شغل عشان العمليه دي تحصل. بس الفرق بقى، هل انا استفدت بالكيو سي ولا بالكيو اتش؟ احنا قلنا ان الهيت بامب ده الهدف منه انه يعمل ايه، بيعمل هيتنج، صح؟ يبقى انا المفروض استفيد بدرجه الحراره اللي بسحبها من المكان ولا درجه الحراره اللي برميها للمكان؟ اكيد هستفيد بدي، درجه الحراره اللي هرميها في المكان عشان اسخنه. يبقى انا لو عندك بيت وانت عايز تدفي البيت ده، يبقى البيت بتاعي المفروض يبقى هنا، تمام، وده يشتغل كانه ايه، كهيت بامب. يبقى ده هيبقى ساعتها ده الديزايرد اوتبوت، وده اللي انا بدفعه الريكوايرد. جميل. يبقى لو حبيت اعبر عن البرفورمانس بتاعه الهيت بامب دي، فهقول ان السي او بي بتاع الهيت بامب عباره عن اللي انا استفدته، اللي هي الحراره اللي خدتها عشان اسخن المكان، على اللي دفعته اللي هو الورك نت ان، اللي هو الشغل اللي دفعت فلوسه في الكمبريسور. برضو نفس الكلام لو طبقت الفيرست لو، هو هيطلع نفس المعادله، فيبقى الورك ان هيبقى عباره عن كيو اتش ماينس الكيو سي، فاقول ده عباره عن كيو اتش على الفرق كيو اتش ماينس كيو سي، ده كده سي او بي الهيت بامب. طيب لاحظ معايا حاجه، ان سي او بي لو اخدت سي او بي الريفريجريتور وعملتها بلس 1 تطلع معايا ايه؟ هي عباره عن كيو سي على ورك، صح، بلس 1، يبقى هيبقى عباره عن الورك بلس الكيو سي. طب هو الورك بلس الكيو سي ده من الفيرست لو، اهو بص الورك بلس الكيو سي من الفيرست لو اللي هو مين، اللي هو الكيو اتش، يبقى اقدر اقول ان ده عباره عن كيو اتش على ورك، صح. يبقى انا كده بص ده هو ده، يبقى اقدر اقول ان سي او بي ريفريجرنت بلس 1 بتساوي سي او بي الهيت بامب. ولكن الكلام ده تحت شرط ان لازم يكون نفس التمبرتشر ليميت اللي بتتكلم عليها، يعني الكيو سي والكيو اتش دي قيم ثابته في الحالتين قد بعض، يبقى بتكلم على نفس التمبرتشر ليميت. طيب تمام. برضو هتلاحظ حاجه ان عندك فين السي او بي بتاعه الهيت بامب اللي هي كيو اتش على ورك نت، والسي او والثيرمال افشنسي بتاعه الهيت انجن كانت عباره عن ايه، الافشنسي بتاعه الهيت انجن كانت عباره عن الورك على الكيو اتش، لكن بتاعه الهيت بامب فين سي او بي هيت بامب عباره عن كيو اتش على ورك، فهتلاقيهم عكس بعض. فاقدر برضو اقول ان سي او بي الهيت بامب عباره عن واحد على الثيرمال افشنسي بتاعه الهيت انجن، ولكن ده برضو لنفس التمبرتشر ليميتس، نفس الكيو اتش والكيو سي، يعني كانك بتقول ان هو جهاز واحد اشتغل كهيت بامب واشتغل كهيت انجن، تمام. هو ده في الغالب مش موجود يعني، لكن ان الجهاز يشتغل كهيت بامب ويشتغل كريفريجريتور، يعني نفس الكيو اتش والكيو سي ونفس التمبرتشر ليميتس، ده موجود. الاير كونديشننج الجهاز التكييف بيشتغل صيف وشتاء عادي، فده سهل اشغله كهيت بامب او اشغله كريفريجريتور على حسب الابلكيشن بتاعك. اوكي. في معلومه ثانيه بقى، بيقول لك ان السي او بي بتاعه الهيت بامب، تكتشف من المعادله دي ان دايما سي او بي الهيت بامب هيكون ايه، اكبر من واحد، لان سي او بي الريفريجريتور ده رقم بوزيتيف فيبقى بلس 1، فدايما هيبقى سي او بي الهيت بامب ده اكبر من واحد. يعني اسوأ بيرفورمانس للهيت بامب ان تبقى السي او بي بتاعته تساوي واحد، ده اسوأ بيرفورمانس. طب هي امتى هتساوي تساوي واحد؟ لو اشتغل كالكتريك ريزيستنس هيتر ليه دفايه، يعني انت عندك في الدفايه ايه اللي بيحصل؟ الدفايه دي عباره عن الكتريك ريزيستنس هيتر، صح، بيدخل لها كهرباء بقيمه معينه وبتاخد ورك قد القيمه بتاعتها، يعني سي او بي بتاعتها بواحد. السي او بي عباره عن ايه؟ الكيو اللي انا استفدت منها على ورك، صح. يبقى يعني انت مثلا ممكن تدفع فيها شغل حوالي 100 كيلو وات، هي هتاخد الشغل ده تحوله لك لكيو اتش نفس ال 100 كيلو وات. يهيئ لك ان دي حاجه كويسه، بس حاجه مش كويسه، لان انت ممكن يعني توصل بطريقه احسن. لو بدل الريزيستنس هيتر ده حطيت هيت بامب، هتلاقي نفسك بتعمل ايه، سي او بي الهيت بامب عباره عن ايه، عباره عن الكيو اتش على الورك. فلما سي او بي الهيت بامب تبقى اكبر من واحد،
فده معناه ان انا اقدر اوصل لنفس الكيو اتش بس بشغل ماله اقل، يبقى هدفع كهرباء اقل عشان اوصل لنفس الكيو اتش دي. يبقى انا هاخد ال 100 كيلو وات حراره بس بمثلا 500 كيلو وات كهرباء، تمام؟ فكل ما سي او بي الهيت بامب تزيد كل ما ده يبقى احسن. هنشوف مساله برضو عليها بيقارن الاثنين ببعض عشان تبان بالارقام يعني. اوكي، بما اننا بنتكلم عن الريفرس هيت انجنز فتعالى نتكلم عن الستيتمنت الثانيه بتاعه السكند لو. احنا قلنا ان السكند لو ده بنعبر عنه بتو ستيتمنتس، الاولانيه اللي هي كانت كلفن بلانك وده طبقها على الهيت انجن وقال لك ان مفيش هيت انجن هيكستشينج هيت مع ثيرمال ريزرفوار واحد ويطلع شغل، لازم يكون في ثيرمال ريزرفوار ثاني، يعني عمر ما الكيو سي تبقى بزيرو، يعني عمر ما الافشنسي هتبقى بواحد او 100%. طيب تاني واحد بقى اللي هو كلاوسيوس عمل ستيتمنت هو كمان السكند لو بس طبقها على ريفريجريتور والهيت بامب على ريفرس هيت انجنز يعني، وقال لك ايه؟ قال لك ان مفيش عندك بسم الله الرحمن الرحيم ان مفيش ريفرس هيت انجن هيكستينج هيت مع اتنين ثيرمال ريزرفوارز او ينقل حراره يعني من لو تمبرتشر لهاي تمبرتشر من غير ما يعمل شغل. ده ما ينفعش يحصل، يعني عمر ما الورك هنا يبقى بزيرو، يعني دي عمليه ما بتحصلش في الطبيعه، ده انا لازم اعمل شغل او اتدخل عشان اجبر ان الاتجاه ده يتعاكس، تمام؟ فده معناه ان السي او بي عمرها ما هتساوي ايه انفينيتي. ما هي السي او بي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن كيو ايا كانت بقى، كانت كيو اتش او كيو سي، ده على حسب هيت بامب او ريفريجريتور على ورك ان، صح؟ فلما اقول ان ده بزيرو فده معناه انت بتقول السي او بي بانفينيتي، فالسي او بي عمرها ما هتوصل لانفينيتي، السي او بي دايما اكبر من واحد واقل من انفينيتي، تمام؟ فده كان كلاوسيوس ستيتمنت. وبعد كده اثبتوا ان الاثنين ايكويفالنت لبعض يعني. يعني ايكويفالنت لبعض يعني انت لو خالفت واحد منهم كانك خالفت الثاني، فكده الاثنين بيعبروا عن حاجه واحده يعني، وجهين لعمله واحده يعني. تمام، بعد كده عندنا مين؟ نتكلم عن كارنوت سايكل. كارنوت سايكل دي قصه كده كبيره شويه. بص، هو احنا تعالى نتكلم عن الهيت انجن. احنا قلنا في الهيت انجن ان كفاءه الهيت انجن دي بتعتمد على ايه؟ هي المفروض ان هي الكفاءه بتاعت اي سايكل بتعتمد على البروسيسز اللي اتكونت منها السايكل تمت ازاي، تمام؟ فلو بتتكلم على هيت انجن احنا قلنا ان الورك نت في الهيت انجن، لو المثال بتاع الستيم سايكل ده كان الورك نت اللي انا خدته في الاخر عباره عن ايه؟ الورك اوت من التربينه، صح؟ ماينس الورك ان اللي هو كان بتاع البامب. يعني عشان احصل على ماكسيمم ورك نت او ماكسمايز الورك نت اللي انا باخده في الاخر، محتاجه اخلي الاجهزه اللي بتطلع شغل تطلع اقصى شغل، والاجهزه اللي بتستهلك شغل تستهلك اقل شغل، عشان اوصل في الاخر الورك نت بتاعي يبقى كبير. طيب جميل، الكلام ده يحصل امتى؟ لو كانت البروسيسز اللي بتتكون منها السايكل دي ريفرسيبل بروسيسز. يعني ايه ريفرسيبل؟ يعني مفيش اي شكل من اشكال اللوسز، ولا فريكشن، ولا فيه ترانسفير في فاينايت تمبرتشر ديفرنس، ولا يعني ايا كان شكل اللوسز اللي ممكن تحصل، مفيش خالص. عمليات مثاليه تماما، وده طبعا في الحقيقه مش موجود، لان في لوسز بتحصل لازم غصب عنك مش تقدر تمنعها يعني. نحاول نقلل اللوسز بس، لكن مفيش حاجه اسمها عمليه ريفرسيبل. طب امال ايه فايده العمليه ريفرسيبل المثاليه دي؟ فايدتها بس ان هي بتمثل بالنسبه لك موديل تقارن بيه الحاله الحقيقيه بالمثاليه، عشان اعرف انا عايزه احسن واوصل للحاله المثاليه دي او اقرب منها ازاي، مش اكتر. فانت بتحاول تقرب بس من الريفرسيبل سايكلز، فتعمل امبروفمنت بتاعتك على اساس كده، لكن عمرك ما هتوصل للريفرسيبل سايكل. فبيقول لك ان الريفرسيبل سايكل اللي معروفه اكتر هي كارنوت سايكل دي. كارنوت سايكل دي عباره عن ايه بقى؟ كارنوت سايكل دي بتتكون من 4 ريفرسيبل بروسيسز، اربع عمليات كلهم كومبليتلي ريفرسيبل، اتنين منهم ايزوثيرمال واتنين منهم ادياباتيك. هي ادياباتيك بلس ريفرسيبل يعني ايزنتروبيك يعني. وممكن الكارنوت سايكل دي تطبقها عادي على كلوز سيستم او تطبقها على سايكل بيبقى فيها ستيدي فلو يعني، وهنجربها مره كده ومره كده. فركزوا بقى في الحته اللي جايه، هو انتوا في الاخر عليكم هتحفظوا كام قانون في الاخر وهنشتغل بيهم يعني، بس انا حبيت ايه افهمكم الموضوع ده منين. تعالى كده معايا، لو هنشتغل على كلوزد
closed system. تمام؟ ادي piston cylinder device closed system. اللي هيحصل ايه؟ انا جبت البيستون سيلندر ده تمام وحطيت جوه جاز كان موجود عند درجة حرارة تي اتش وكان عند بريشر عالي شوية تمام اعلى من الاتموسفير اللي بره، وجبت السيلندر ده حطيته ان كونتاكت مع ثيرمال ريزرفوار تاني او سورس درجة حرارته كانت تي اتش. انا كده عند ستيت واحد بس ما عملتش حاجة. بصوا حتى عشان تتخيلوا معايا نشوفها على البي في بنفس الوقت، يعني اهو كده احنا عند ستيت واحد عند بريشر عالي، هنقول ان ده كده الضغط اللي بره تمام او ضغط اللي هو السراوندنج اللي بره خالص يعني. جميل، فاحنا عند نقطة واحد عند ضغط اعلى منها بكتير. فايه اللي هيحصل عند درجة حرارة تي اتش؟ اللي هيحصل دلوقتي البريشر ده اعلى من ده صح، فالجاز اللي جوه عايز يعمل ايه؟ عايز يكسباند، فهيبدأ البيستون يتحرك في الاتجاه ده. بس كل ما البيستون بيحاول يتحرك يحصل ايه؟ درجة الحرارة هتبدأ تقل. طب ما انت حاطه اوريدي ان كونتاكت مع الثيرمال ريزرفوار درجه حرارته تي اتش، فكل ما ده يقل شويه ده يديه كيو اتش يرجع درجه الحراره تاني تي اتش، كل ما يقل شويه ده يديله كيو اتش يرجع درجه الحراره تاني تي اتش، وهكذا لحد ما توصل للستيت 2. عشان اقدر اقول ان العمليه دي كانت مثاليه، العمليه دي كانت ريفرسبل، فلازم يكون الفرق في درجه الحراره ما بين درجه الجاز اللي هنا ده وما بين التي اتش او اللي هو درجه حراره السورس تبقى قليله، يعني ده بيقل درجات حراره ديفرنشال صغيره فده يزودها له عشان اقدر اقول ان العمليه دي حصلت ريفرسبل، لان ما حصلش هيت لوسز عندك. جميل، ففضل الكلام ده يحصل لحد ما وصلنا للستيت 2. بص على الرسمه، احنا عند نقطه واحد تمام. انا عملت هيت اديشن اندر كونستانت ايه تمبرتشر لحد ما وصلت لنقطه 2، وخلي بالك دي عمليه اكسبانشن برضو لان الفوليوم بيزيد، فهنا عندك باوندري وركينج بتتكلم عن كلوز سيستم تمام. فبيقول لك العمليه دي من واحد لاتنين، دي ممكن نسميها حاجه من اتنين، يا اما ريفرسبل ايزوثيرمال اكسبانشن، ريفرسبل طبعا عشان احنا قلنا الفرق درجات الحراره صغير جدا ومفيش فريكشن، وايزوثيرمال لان العمليه دي تمت اندر كونستنت تمبرتشر، انت حافظت على درجه حراره الجاز اللي جوه تي اتش، او ممكن تسميها ايزوثيرمال هيت اديشن، انت بتضيف حراره كيو اتش اندر كونستنت تمبرتشر. الاتنين صح اهو، حصل اكسبانشن وضفت حراره كيو اتش على كونستنت تمبرتشر اللي هي ايه تي اتش. جميل، احنا كده عندي ستيت 2. ايه اللي حصل بقى؟ قالك انا هشيل السورس اللي حاطه هنا ده وهحط انسوليشن على الجنب ده من السلندر، فايه اللي هيحصل؟ لسه البريشر، بص احنا عند 2 اهو، لسه الضغط اعلى من الضغط بتاع السراوندنج اللي بره، فلسه البيستون او الجاز اللي جوه ده عايز اكسباند، فيبدا البيستون يتحرك من 2 ل 3. فهو بيتحرك هيحصل له ايه؟ خلي بالك انت دلوقتي مش سامح له ان هو يجي له حراره من بره، فهو معزول، فكل ما يحصل اكسبانشن كل ما درجه الحراره مالها هتقل تمام، لحد ما اوصل لدرجه حراره اللي هنسميها تي ال اهو. تعالى على الرسمه اهو، حصل اكسبانشن لان البيستون بيتحرك الفوليوم بيزيد تمام، على ضغط لحد ما وصلت لدرجه حراره بتساوي كام؟ تي ال، الضغط قل والفوليوم زاد، كل ده لحد ما اوصل لدرجه حراره بتساوي تي ال. جميل، وصلت خلاص عند نقطه 3 كده، انا وصلت لايه؟ الايكوليبريم، ان هو الضغط بتاعه بقى قد الضغط السراوندنج اللي بره، فمش هيحصل اكسبانشن تاني، دي اخر حاجه. طيب العمليه دي بنسميها ايه من 2 ل 3 دي؟ قال لك بنسميها ريفرسبل اديباتيك اكسبانشن. اديباتيك لان انت عامل انسوليشن فكيوب زيرو مش مسموح له يترانسفير هيت خالص، وريفرسبل لو خليت ان العمليه دي بتحصل فريكشنلس وان هي كوازاي ايكوليبريم، فيبقى كده ريفرسبل اديباتيك اكسبانشن يعني ايزنتروبيك اكسبانشن. طيب جميل، ايه تاني؟ احنا وصلنا لحد 3. طب انا عايز ارجع تاني انيشال ستيت، بص على الرسمه انا دلوقتي عند 3 عايز ارجع تاني لنقطه 1، فانا مضطر ان انا اريجكت هيت عشان اقدر ارجع الانيشال ستيت صح. انا لو انا خليت السلندر ده ما سمحتلوش ان هو يرمي حراره بره وقمت عزلته، يبقى هتلاقي نفسك كنت راجع من 3 ل 4 بترجع من 3 ل 2، هتمشي كده، يبقى ما ينفعش، يبقى انا ما عملتش سايكل. يبقى عشان اعمل سايكل لازم اريجكت هيت، يبقى لازم اسمح له انه يترانسفير هيت مع سينك درجه حرارته تي ال تمام. فايه اللي هيحصل؟ انا ببدا اضغط فدرجه الحراره مالها هتحاول تزيد شويه، فيبدا يرمي حرارته للسينك ده عشان يحافظ على درجه الحراره هنا تي ال، وبرده لازم يكون فرق في درجات الحراره قليل جدا زي ما قلنا فوق عشان تبقى العمليه ايه ريفرسبل. هيفضل يعمل الكلام ده لحد ما يوصل لنقطه 4 اهو، من 3 ل 4 الفوليوم بيقل، انا بعمل كومبريشن اندر كونستنت تمبرتشر اللي هي تي ال تمام، وبتريجكت هيت في نفس الوقت. فبقدر اسمي العمليه دي ايه؟ ريفرسبل ايزوثيرمال كومبريشن. ريفرسبل قلنا لان فرق درجات الحراره قليل جدا، مفيش فريكشن مفيش حاجه،
وايزوثيرمال عشان كونستنت تمبرتشر، انت حافظت على درجه حراره الغاز اللي جوه تي ال، او ممكن تسميها ايزوثيرمال هيت ريجكشن، ان انت بتطرح حراره منه كيو ال اندر كونستنت تمبرتشر اللي هي تي ال. جميل، وصلنا لحد 4. بص احنا هنا عند 4، عايز ارجع من 4 ل 1. دلوقتي ايه احسن عمليه ترجعني من 4 ل 1 من غير ما اخسر ورك، او يعني او انا احاول اماكسمايز الورك اللي عندي؟ هو السايكل بيبقى الورك نت بتاعها على البي في عباره عن ايه؟ عباره عن الاريا اللي جوه دي، صح؟ فلو انا حاولت مثلا ارجع يعني بعمليه مثلا كونستنت فوليوم، فانا مثلا خسرت جزء كبير من الورك، فما ينفعش. فاللي هيحصل ايه؟ العمليه المثاليه او اللي تديني اقصى ورك هي العمليه الايزنتروبيك اللي هي ادياباتيك ريفرسبل. فانا همشي على الخط ده كده في عمليه الكومبريشن، فهتلاقي من 4 ل 1 حصل كومبريشن ايه، انا عملت انسيليشن يبقى ادياباتيك، اوكي. والعمليه دي مفيش اي فريكشن، مفيش اي حاجه، كوازاي ستاتيك يبقى سوري كوازاي كوليبريم يبقى ريفرسبل كمان، يبقى ده ريفرسبل ادياباتيك كومبريشن او اللي هي ايه ايزوثيرمال. طبعا درجه الحراره هتزيد لحد ما اوصل لايه، لتي اتش تاني. دول الاربع عمليات اللي بيحصلوا في كارنت سايكل ده وعلى كلوز سيستم. هي كده كده العمليات ثابته يعني، بس على حسب هتختلف شويه لما نيجي نتكلم على الاوبن سيستم في حته صغيره يعني. جميل، احنا عارفين ان الباوندري ورك هو عباره عن تكامل بي دي في، فعلى البي في دايجرام هيبقى عباره عن الاريا اللي تحت الكيرف، صح؟ فيبقى عندك من 1 ل 2 ده اكسبانشن، الورك اللي تحتيه ده او المساحه اللي تحتيه ده الورك اللي حصل نتيجه الاكسبانشن من 1 ل 2، 2 ل 3 اللي تحتيه ده الورك نتيجه الاكسبانشن من 2 ل 3، 3 ل 4 و4 ل 1 المساحه اللي تحتيهم اللي هو الورك اللي استهلكته نتيجه الكومبريشن. فلو انا عايز احسب الورك نت هتجمع المساحه، يعني هتطرح المساحه اللي تحت الاكسبانشن من المساحه اللي تحت الكومبريشن، فهيتبقى لك المساحه اللي جوه دي الانكلوزد اريا، فهتبقى هي دي الورك نت بتاعه السايكل. جميل قوي كده، احنا كنا بنتكلم على كلوزد سيستم. طب تعالى بقى نطبق كارنوت على اوبن سيستم او الكومبوننتس نفسها اوبن سيستم، ان هي كده كده السايكل كلوزد اساسا. نفس السايكل بتاعتنا اللي هي بتاعت الستيم سايكل، محطة توليد الكهرباء دي بقى بنسميها ايه، كارنوت فيبر فيبر باور سايكل. فيبر طبعا عشان الوركينج فلويد اللي عندك هو الستيم، وباور سايكل بتطلع باور، وكارنوت عشان ده العمليات بتتكون من 4 عمليات ريفرسبل. نفس الكلام، 2 منهم ايزوثيرمال و2 برضو ادياباتيك. جميل، تعالى بقى نشوف هيحصل ايه هنا. اللي هيحصل، احنا تعالى نبدا من عند نقطه 4 دي. نقطه 4 دي ميه داخله على البويلر المفروض، فاهو لو جينا رسمت على البي في فهتلاقي نقطه 4 ساتوريتد ليكويد، هيبدا يكتسب حراره من الثيرمال ريزرفوار ده، هياخد كيو اتش، فيحصل فيز تشينج من 4 ل 1 طبعا اندر كونستنت تمبرتشر. الفيز تشينج بيحصل اندر كونستنت تمبرتشر، وهتفضل عند درجه الحراره ايه تي اتش لحد ما يوصل لنقطه 1 دي ساتوريتد فيبر هنا، تمام. فهو اخد كيو، يبقى ده هيت اديشن اندر كونستنت تمبرتشر. جميل، دخل التربينة حصل اكسبانشن، فهيعمل ايه؟ هيحصل اكسبانشن، هنطلع شغل طبعا. فهتلاقي نقطة 1 بص حصل اكسبانشن اهو لحد ما وصلنا لنقطة 2. العملية دي ادياباتيك ريفرسبل، يعني عملية ايزنتروبيك، مش مسموح له يكسشينج هيت بره، فيبقى ادياباتيك وريفرسبل. انا قلت كأني مفيش اي فريكشن خالص. وصلنا لحد 2، من 2 ل 3 هيريجكت هيت بقى، الثيرمال ريزرفوار درجة حرارته اقل اندر كونستنت تمبرتشر برضه، لان بيحصل فيز تشينج من 2 ل 3، بس درجة الحرارة هنا المرة دي تي سي. جميل، بعد كده وصلنا لحد نقطة 3، هيحصل ايه؟ كومبريشن بقى جوه البامب دي برضو ادياباتيك ريفرسبل، مفيش هيت لوسز، وهنعتبر ان مفيش اي فريكشن، فهيبقى برضو العملية ايه؟ ايزنتروبيك من 3 ل 4. اوكي، لو حبينا نرسم الدايرتين دول على تي اس، يعني هتلاقي ان الدايرة او عموما كارنوت سايكل على التي اس، يمكن ما رسمناش التي اس قبل كده يعني، بس بيوضح الموضوع يعني. هنبدا ناخده لما نتكلم عن الستيم سايكل. التي اس بقى لو جيت رسمته هتلاقي نفسك عند نقطة، تعالى نبدا منين مثلا، نبدا من نقطة 3، تعالى نبدا من نقطة 3 اهي. انا عملت كومبريشن جوه البامب ايزنتروبيك، يعني است كونستنت لحد ما وصلت لنقطة 4. بعد كده جوه البويلر هيت اديشن اندر كونستنت تمبرتشر، درجه الحراره ثابته، وبضيف كيو اتش لحد ما وصلت لنقطه 1، تمام. بعد كده عملت اكسبانشن في التربينه اهو، عملت اكسبانشن كونستنت ايه انتروبي، يعني الاس برضو ثابته لحد ما وصلت لنقطه 2،
تمام. ده كده S constant وده S constant وده T constant. بعد كده reject heat بقى من 2 ل 3 constant temperature اهو، بيرمي QC و constant temperature اللي هي TC. تمام، ده كده لو رسمنا الهيت انجن على LTS. هتلاحظ ان الدايرة دي بتلف clockwise، ده معناه ان الورك نت ماله بوزيتيف اوت، يعني الورك ده دان او السايكل دي بتطلع شغل. اوكي، ده بالنسبه لكارنوت سايكل. طب تعالى ناخد الريفرست كارنوت سايكل بقى. انا لو خدت السايكل اللي كانت في الاول وعكست الاتجاهات بتاعت الكيو والورك بقت ريفرست كارنوت سايكل. ايوه بص، السايكل دي مالها؟ دي السايكل بتاعت كارنوت مش الريفرس، دي بتاعت كارنوت. هتلاقي هنلاحظ حاجتين، ان هنا كان كيو اتش دي داخله والكيو ال دي بتطردها لبره يعني، وان السايكل دي بتلف كلوك وايز يعني الورك نت بتاعها بوزيتيف يعني بتطلع شغل ورك نت اوت. طب انا عايزه احولها لريفرس كارنوت، هي اوريدي كارنوت بتتكون من اربع عمليات ريفرسبل، يبقى انا اقدر اعكس الاتجاهات بتاعت السايكل واقول ساعتها ان ده ريفرس هيت انجن. ازاي؟ اهو الكيو اتش اللي كانت داخله خليتها خارجه، الكيو ال اللي كانت خارجه خليتها داخله، السايكل بدل ما كانت بتلف كلوك وايز خليتها بتلف كاونتر كلوك وايز، يعني الورك دلوقتي بقى دان اون السيستم. ده زي دايره التبريد، انت بتسحب كيو ال من الريفريجريتد سبيس وبعدين بترمي كيو اتش للروم اير اللي هو في مطبخ الهواء اللي بره، والورك ده بيتعمل عن طريق الكمبرسر. تمام، جميل. ده بالنسبه لريفرس هيت انجن سايكل كارنوت، سوري ريفرس كارنوت سايكل. طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل شويه استنتاجات كده عشان نوصل بيهم للكفاءه بتاعه كارنوت، efficiency كارنوت بالنسبه للهيت انجن والسي او بي بتاع كارنوت بالنسبه للريفرس هيت انجن سواء كان ريفريجريتور او كان هيت بامب. اوكي، افتكروا معايا دلوقتي، احنا قلنا ان السكند لو ده بيحط ليميتس على الاوبريشن بتاعه الديفايسز اللي بتشتغل في سايكل، بنعبر عن الليميتيشنز دي عن طريق اتنين ستيتمنتس اللي قالها كلفن بلانك بالنسبه للهيت انجن واللي قالها كلاوسيوس بالنسبه الريفرس هيت انجن. فكيلفن بلانك قال لك ان مفيش هيت انجن ينفع يكستشينج هيت مع ثيرمال ريزرفوار واحد ويطلع شغل. تمام، فوصلنا من ده ان مينفعش يبقى فيه هيت انجن كفاءته 100%. كلاوسيس قال لك ان مفيش ريفريجريتور او هيت بامب ينفع يكستشينج هيت من ثيرمال ريزرفوار درجه حرارته قليله ثيرمال ريزرفوار درجه حرارته اعلى من غير ما يكون فيه ورك انبوت عندك. تمام، فمن الحاجتين دول قدرنا ضمنيا نستنتج قانونين او حاجتين. اول حاجه بيقولك ان بالنسبه للهيت انجن، هو انا هقيس الكلام على الهيت انجن وكده كده بينطبق برضو على الريفرس هيت انجن. فقال لك بالنسبه للهيت انجن هتبقى الافشنسي الريفرسبل بتاعه الهيت انجن اقل من الافشنسي الريفرسبل للهيت انجن، يعني الكفاءه بتاعه سايكل حقيقيه حصل فيها لوسز اقل من كفاءه بتاعه سايكل ريفرسبل كل العمليات اللي فيها كانت ريفرسبل اللي هي كانت بالنسبه لنا كارنوت. تمام، واحنا عارفين المعلومه دي. طبعا الكلام ده فور ذا سيم ثيرمال ريزرفورز، لو الاثنين انجنز ما بين نفس التي هوت ونفس التي كولد. تمام، هم اثبتوا على فكره العلاقه دي والجايه كمان، بس احنا مش محتاجين نثبتها يعني. بس هو اثبتوها ازاي؟ هو بيقول لك ان لو عملت العكس واعتبرت ان كفاءه السايكل الريفرسبل اعلى من الريفرسبل، هتلاقي نفسك بتخالف السكند لو، هتخالف الكلام اللي بيقوله كلفن بلانك او كلاوسيوس. فاكتشفوا ان لا ما ينفعش، يبقى هو ده الصح. تمام، اوكي. الحاجه الثانيه قال لك ان الافشنسيز بتاعه كل الريفرسبل، وركز في كلمه ريفرسبل دي، كل الريفرسبل هيت انجنز اوبريتنج بتوين ذا سيم تو ريزرفوارز ار ذا سيم. يعني لو انا عندي نفس التي هوت ونفس التي كولد اكتر من ريفرسبل هيت انجن هيطلع لي نفس الكفاءه، بس لازم يكون ايه؟ ريفرسبل هيت انجن. جميل. طيب انا استفدت ايه من الكلام ده؟ انا عايزه النقطه الثانيه دي استفدت منها ايه؟ قال لك هو معنى ان الافشنسيز بتاعه كل الريفرسبل هيت انجنز متساويه طالما ما بين نفس الثيرمال ريزرفورز، فده معناه ان الكفاءه دي او الافشنسي بتاعه الريفرسبل هيت انجن بقى في الحاله دي مالها؟ بقت ما بتعتمدش على الوركينج فلويد اللي عندك ولا على البروسيسز اللي بتتكون منها السايكل. طب هي كده بقت بتعتمد على ايه؟ بقت بتعتمد على حاجه واحده بس، التمبرتشر ليميتس بتاعتها اللي هي درجات الحراره بتاعه الثيرمال ريزرفورز. ف
فبقت دي فانكشن، هنسمي الفانكشن دي اي حاجه، فهي فانكشن من درجه حراره الثيرمال ريزرفوار الكولد والهوت. طيب برضو انا استفدت ده في ايه؟ مش احنا عندنا الثيرمال افشنسي بتاعه الهيت انجن عموما بتساوي 1 ماينس كيو سي على كيو اتش. طب لما اقول لك ان ده بقى ريفرسيبل، مش ده معناه ان بقت دي كده فانكشن من درجات الحراره بس، يبقى اقدر اقول ان كمان الكيو سي على الكيو اتش فور ا ريفرسيبل سايكل، لازم تكون ريفرسيبل سايكل، هتبقى برضو فانكشن من درجات الحراره بتاعه الثيرمال ريزرفوارز. تمام، فساعتها قدرت ان انا اشيل الكيو سي على كيو اتش واحط تي سي على تي اتش. مين اللي قال الكلام ده؟ كلفن. كلفن جه قال لك احنا هنسمي الفانكشن دي، تمام، هتشيل الفاي تي سي تي اتش دي وهنسميها تي سي على تي اتش، بحيث ان يبقى التي دي هو استخدمها في ان هو يعمل الكلفن سكيل بتاعه، فهيبقى درجات الحراره هنا ايه قيمها ابسوليوت، الرينج من صفر لانفينيتي. تمام، فهو استخدم ده بعد كده عشان يعمل التدريج بتاعه الكلفن سكيل بتاعه، بس ده كده جاب قيمتين بس في السكيل، بعد كده عمل حاجات تانية بقى عشان يكون السكيل، مش هندخل فيها الحته دي، بس المهم ان هو كلفن ده اللي قال لك احنا هنسمي الفانكشن دي هي تي سي على تي اتش، بشرط ان درجات الحراره دي يكون متفق عليها انها تتعوض عنها ايه بالكلفن، ان هي حاجه قيم ابسوليوت يعني. جميل، انا كده طبقت الكلام ده على الهيت انجن. طيب تعالى طبقه بقى على ال على الريفرس هيت انجن بقى، على السي او بي بتاعه كارنوت في حاله الريفريجريتور وفي حاله مين؟ الهيت بامب. هي السي او بي بتاعه الريفريجريتور اصلا عباره عن ايه؟ سي او بي ريفريجريتور عباره عن الكيو سي على الكيو اتش ماينس الكيو سي، او ممكن احطها بصيغه تانية، واحد على كيو اتش على كيو سي ماينس واحد. تمام، فمن الكلام اللي كلفن قاله اقدر اشيل الكيو اتش على الكيو سي دي واحط ايه تي اتش على تي سي، فيبقى ده بالنسبه لكارنوت او اللي هي ريفرسيبل، يعني لازم تكون ريفرسيبل عشان اقدر اعمل التعويض ده، فاقول عباره عن واحد على ده كده تي اتش على تي سي ماينس واحد، او بنقولها بشكل مبسط هي عباره عن تي كولد على الفرق. تمام، بس هو الاصل يعني ان انت بتشيل الريشيو وبتحط ريشيو درجات حراره. اوكي، طب تعالى نشوف السي او بي بقى بتاعت الهيت بامب اصلا كانت عباره عن ايه؟ كيو اتش على الفرق كيو اتش ماينس كيو سي اللي هو الورك نت يعني، او اقدر اقول بشكل تاني عباره عن واحد على واحد ماينس كيو سي على كيو اتش. نفس الكلام بناء على كلام كلفن هقدر اشيل الكلام ده واقول ان ده بيساوي، بس خلي بالك كارنوت ريفرسيبل، اقدر اقول بيساوي واحد على واحد ماينس تي سي على تي اتش، او بشكل ابسط بنقول ان هي عبارة عن تي هات على الفرق. تمام كده، ده عشان تعرف جه منين القانون بتاع كارنوت للريفريجريتور والهيت بامب. طيب تعالى بقى ايه نلخص الدنيا كده شوية، الموضوع بسيط جدا جدا جدا، بس انا حبيت افهمكم كل حاجة جت منين يعني. بصوا، اول حاجه انت بتعملها خالص انت محتاج تحدد الديفايس اللي عندك ده نوعه ايه، هل ده حاجه، هل هو هيت انجن ولا هيت بامب ولا ريفريجريتور، ما عندناش غيرهم. تمام، فتعالى نتكلم عن الهيت انجن، ايه كل الحاجات اللي المفروض تعرفها في الهيت انجن لما تيجي تشتغل في مسائل. الرسمه بتاعه الهيت انجن، تمام، ده بيكستشينج هيت من ثيرمال ريزرفوار درجه حرارته عاليه بياخد كيو اتش ويرميها لمكان درجه حرارته قليله تي سي فكده كيو سي، في المقابل ان هو بيطلع لي ايه ورك نت اوت. جميل، لو طبقت الفيرست لو هتقول ان كيو ان او سوري الانرجي ان يعني بتساوي الانرجي اوت، فهقول لك ان الكيو اتش هتساوي الكيو سي بلس الورك اوت. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الافشنسي بتاعه الهيت انجن عباره عن اللي انا استفدته اللي انا دفعته، انا استفدت ورك نت ودفعت في المقابل ايه اللي انا حرقته الكيو اتش ان. تمام، او ممكن افك الورك نت ده واقول ان هي عباره عن ايه كيو اتش ماينس كيو سي، فيبقى عباره عن واحد ماينس الكيو سي على الكيو اتش. بس كده، ده بالنسبه للهيت انجن، وطبعا الافشنسي لازم تكون اقل من واحد، وعرفنا ليه الكلام ده. اوكي، لو عايزه بقى اجيب الافشنسي الماكسيمم او اللي هي كارنوت او اللي هي ريفرسيبل سايكل،
الكلام ده هتساوي ايه؟ اقدر اشيل ده واحط مكانه في درجات الحرارة، تمام؟ وبرضو خلي بالك يعني هي كده كده الافشنسي اصلا بتساوي الورك نت على الكيو اتش، بتساوي 1 ماينس كيو سي على كيو اتش. انا بس بزودت معادله زياده عشان هي ريفرسبل، فاقدر اقول كمان انها بتساوي 1 ماينس تي سي على تي اتش، كان انا ما لغيتش دول، تمام؟ بالعكس انت زودت معادله. اوكي، الحاجه الثالثه ان انت لازم تكون عارف ان الثيرمال افشنسي اقل من كارنوت او اللي هي ريفرسبل الافشنسي بتاعت الهيت انجن. طبعا طبعا اقل من الماكسيمم، ده السقف بتاعك، ده اقصى حاجه تقدر توصل لها. احنا عمرنا ما بنوصل لكارنوت اصلا، بس انت بتحاول، ده الثيوريتيكال ليميت بتاعك، فانت بتحاول تحسن عشان تقرب منه، بس فبتحاول تلغي الايرفرسيبيليتيز اللي موجوده عندك يعني، تمام؟ ده بالنسبه للهيت انجن. لو كانت بقى ايه لسه في الهيت انجن برضه، لو الافشنسي قدامها ثلاث احتمالات، لو الافشنسي دي اقل من الريفرسبل يبقى العمليه دي مالها الريفرسبل هيت انجن، السايكل دي الريفرسبل هيت انجن، يبقى في لوسز. طيب لو الافشنسي دي كانت بتساوي الافشنسي الريفرسبل لكارنوت يعني، يبقى ده يتقال عليه ريفرسبل هيت انجن، وده مش موجود بس عشان المسائل. ولو كان اكبر من الافشنسي الريفرسبل ده بقى امبوسيبل اصلا يعني، لان هو اوريدي الريفرسبل ده اللي بيديك الماكسيمم، الكفاءه الماكسيمم الموجوده عندك في الدنيا. طيب ده بالنسبه للهيت انجن. تعالى الريفرس هيت انجن بقى، نبدا نتكلم عن مين الاول. نتكلم عن الريفريجريتور، هي طبعا نفس الرسمه، بس انت ممكن لو بتشغل ريفريجريتور تحط رمز ار، لو هيت بامب بنحط اتش بي، بس عشان ما تتلخبطوش ممكن تخليها ايه نفس الرسمه سوليد هايت هوت. فبيعمل ايه الريفريجريتور ده؟ بينقل حرارة من مكان درجة حرارته قليلة ويرمي في مكان درجة حرارته عالية، بس عشان يعمل الكلام ده لازم يكون فيه ايه؟ working، تمام؟ نفس الرسمة برضو للهيت بامب، هتختلف بس معاك في القوانين، تمام؟ ال COP بتاع الهيت بامب عبارة عن ايه بقى؟ أصولي ده الريفريجريتور، ال COP بتاع الريفريجريتور اللي انا استفدت بيه، انا هنا بعمل ايه؟ ببرد، يبقى استفدت بـ QC على ال working اللي دفعته، او ممكن اقول ده بيساوي QC على الفرق QH minus QC. ال COP بتاع الريفريجريتور ممكن يكون اقل من واحد او اكبر من واحد، تمام؟ COP كارنوت بقى، نسبة كارنوت اللي هي الريفرسبل يعني، هقول عبارة عن TC على TH minus TC. طب انتوا عرفتوا خلاص القانون جه بتاعها منين يعني؟ ده كده اختصار ان الاصل انت بتشيل الريشيوز وتحط ريشيوز temperatures، تمام؟ ده بالنسبة للريفريجريتور. تعالى بقى بالنسبة للهيت بامب، محتاجة اعرف ايه عن الهيت بامب. هي نفس الرسمة اللي احنا رسمناها، بس الفرق ان انت بدل ما كنت بتستفيد من الكيو سي بقى بتستفيد من الكيو اتش، فهيختلف معاك بس القانون بتاع السي او بي بتاع الهيت بامب، هيبقى عبارة عن الكيو اتش اللي انا خدتها على الورك، او الكيو اتش على الفرق كيو اتش ماينس كيو سي. الهيت بامب لازم كفاءته بتبقى اكبر من واحد. كفاءة هيت بامب بتاعت كارنوت اللي هي الماكسيمم دي بقى بتساوي ايه؟ تي اتش على الفرق، تمام؟ طبعا هي بتساوي الاتنين دول كمان، انا بقولك انا زودت معادلة زيادة نتيجة ان العملية كانت ريفرسبل، تمام؟ وفي قانونين كده احنا قلناهم، ان السي او بي بتاعت الهيت بامب بتساوي سي او بي الريفريجريتور بلس 1، بس خلي بالك ان الكلام ده لنفس التمبرتشر ليميتس يعني، لنفس الثيرمال ريزرفوارز اللي بيتبادل بينهم الجهازين يعني، هو جهاز واحد واشتغل مره كريفريجريتور واشتغل مره كهيت بامب. والقانون الثاني كان برضو تحت نفس الكونديشنز، ان الافشنسي السي او بي بتاع الهيت بامب بيساوي 1 على الافشنسي بتاعه الهيت انجن برضو لنفس التمبرتشر ليميتس يعني، لنفس الثيرمال ريزرفوارز اللي بيشتغل بينهم الجهاز، هو جهاز واحد يعني اشتغل مره كهيت بامب واشتغل كهيت انجن، ودي حاجه غالبا مش موجوده يعني. جميل، ده كده. ولازم طبعا ان السي او بي سواء كانت ريفريجريتور او هيت بامب اكيد هتكون اقل من سي او بي ايه العمليه ريفرسبل اللي هي كارنوت. جميل، امتى بقى اعرف انا استخدم كارنوت ولا لا؟ قال لك يا اما هيقولها صراحه كده في المساله ان هو ده كارنوت سايكل، فساعتها تقدر تشيل اللي هي الريشيو بتاعت الكيو وتحط تمبرتشرز، يا اما هيقول لك لو بتتعامل، تعالى ناخدها لكل واحده، لو بتكلم على هيت انجن فهيقول لي كارنت او ماكسيمم
باور او ورك اوتبوت، لان انت بتستفيد من الهيت انجن ايه؟ شغل، صح؟ فيبقى امتى استفيد منه اقصى حاجه او اخد اقصى كفاءه؟ لما يطلع لي ماكسيمم ورك، او يستهلك، او اللي هو يرمي اقل كيو اللي انا بخسرها، مش في كيو اوت قلنا دي بتبقى ويست انرجي مش عارفه استخدمها. فلو يبقى لو جبت المينيمم ليها اللي هي المينيمم هيت لوس يعني، يبقى ده كده بيتكلم على كارنوت سايكل، او يقول لي عايز الماكسيمم افشنسي. تمام، ودي واضحه. او يقول لك الريفرسبل برضو، ريفرسبل هيت انجن، فده معناه كارنوت سايكل. طب لو بتكلم على هيت ريفرسد هيت انجن بقى، ريفرسد هيت انجن، سواء كان ريفريجريتور او هيت بامب، عايز يقول لي انه شغال على كارنوت، هيقول لك يا اما هيقول لك كارنوت لفظا، يا اما برضو هيقول لك ريفرسبل، ريفرسبل ريفرسد هيت انجن. تمام، او هيقول لك الماكسيمم سي او بي، وده منطقي، او يقول لك المينيمم باور، انا استهلكت اقل شغل، ان ده اللي انا ايه بدفع فيه فلوس. جميل، ده كده كل حاجه بالنسبه للسكند لو ثيرمودينامكس. فاضل بس ان احنا نحل المسائل بتاعه الشيت، ودي ان شاء الله تبقى في الفيديو الجاي. اتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا.